اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. كما كتشوفوا معنا اليوم اجواء بالعاصمه الاقتصاديه. صبيحه اليوم الجمعه عندنا الطريق كاين اليوم الطريق عامره، بيضاويين خارجين غاديين لمقر العمل ديالهم، وكذلك الوليدات اللي غاديين للمدرسه الاباء ديالهم كياخذوا معاهم كيمشيو يوصلوهم للمدارس ديالهم. طبيعه الحال كتكون يعني الصباح او الفتره الصباحيه تكون عامره. طبيعه الحال والجو مشمس مع ارتفاع درجه الحراره، كاين واحد الارتفاع ديال درجه الحراره هنا في مدينه الدار البيضاء. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء عندنا الطريق عامرة في هذا الأثناء، هذا كل شيء خارج. احنا كنعرفوا الصباح في الفترة الصباحية كيكون واحد الزحام مع الاختناق مروري، انه كل شيء تقريبا خارج غادي للمقر العمل ديالو، فكنلقاو يعني الزحام بكثرة في الفترة الصباحية بحال هاد الوقيتة هادي. كل شيء داخل سواء الوليدات غاديين للمدارس ديالهم سواء الاباء غاديين لمقر العمل ديالهم، كنلقى واحد الاكتظاظ كبير في الطرقان خصوصا يعني في السونترفيل. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر طريق عامره كل شيء غادي لمقر العمل ديالو هاد الاثناء هذا. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء، كل شيء غادي لمقر العمل ديالو في الفتره الصباحيه. دائما كيكون الاكتظاظ واحد الازدحام في الصباح، وكذلك حتى في الفتره المسائيه كيكون يعني واحد الازدحام اللي هو كبير، لانه بحكم انه في العشيه كيكون عاوتاني كلشي خارج من المقر ديال العمل ديالهم باش كيمشيو للبيوت ديالهم. مشاهدينا الكرام هذا هو كما كتشاهدوا معنا هذا هو ديال الاجواء هنايا دي وسط المدينه، مدينه الدار البيضاء. اجواء يعني الدنيا عامره، كاين زحام، كاين كلشي باغي يمشي للمقر ديال عمله في الوقت، كلشي خارج. فلذلك حنا كنقولوا يعني الناس اللي خارجين في هذه الوقيتة هذه حاولوا تمشوا غير بشوية عليهم. كما قال مثل اللي زرب تعطل غير بلاتي، الواحد يفضل انه يخرج بكري باش ما يوقعش المشكل ديال انه الزربة، واحد يخرج بكري باش ياخذ وقته، لانه دائما كتكون يعني الطريق عامرة، فلذلك الواحد يتمشى غير بشوية عليه. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، على امل انه نلتقي بكم في بث اخر، وكنتمنى ان نكون وصلنا لكم الاجواء كيفاش دايره هنا في مدينه الدار البيضاء. مشاهدينا الكرام قليلا نقول لكم تبقوا على خير على امل، نلتقي بكم بث اخر بحول الله، الى اللقاء.